خمسة تلاتة نتيجة تقيلة، نتيجة متوقعة، كنت متوقع 3-1 لنادي الزمالك، ايه اللي حصل؟ الحقيقة النتيجة مش تقيلة ولا حاجة، هي مباراة في النهاية في كرة القدم، مباراة في النهاية كانت مباراة هجومية يا كابتن أحمد يا أستاذ أحمد، مباراة هجومية من الفريقين. أنا بشكر وبوجه شكري لموسيماني، بوجه شكري لكارتيرون، عملوا مباراة قوية، مباراة هجومية مفتوحة، دخل 8 تجوان في مباراة للقمة، هي مباراة على مستوى قمة كرة القدم في مصر، مباراة كبيرة جدا، مباراة تستحق انها تكون كلاسيكو الارض، كلاسيكو القاهره، كلاسيكو مصر، كلاسيكو كبير ما بين الزمالك والاهلي. يعني شايف ان المباراه نقول العداله عادله، نتيجه عادله. النتيجه يعني هو الجنرال حظ لعب مع النادي الاهلي يا استاذ احمد. الحظ الجنرال حظ طبعا لعب، التوفيق كان بيساند النادي الاهلي بقوه في هذه المباراه. الهدف الاولاني كلنا شايفين وعارفين ان جنرال حظ او التوفيق كان بيساند النادي الاهلي فيه. النادي الاهلي في 9 دقائق قدر يحرز 3 اهداف متتاليه، دي يمكن خلت الزمالك تراجع بعد شيء، رغم ان كان الزمالك بادئ بتفوق واضح خلال اول 10 دقائق او اول 12 دقيقه، لكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. دخل هدف مباغت في نادي الزمالك، ثم 3 اهداف متتالية. يمكن الفريق فقد تركيزه بعض الشيء، لكن عاد الفريق في الشوط الثاني. اذا كنا بنقول يا استاذ احمد ان موسيماني تفوق على كارتيرون في الشوط الاول، والاهلي تفوق في الشوط الاول بالنتيجة وفاز 3-0، فالزمالك تفوق في الشوط الثاني وفاز 3-2 في نتيجة الشوط الثاني. لكن الزمالك فاز الشوط الثاني 3-2 صح؟ يا فندم؟ حضرتك بتقول فاز الزمالك 3-2 الشوط الثاني. طبعا. في المجمل المباراة يا استاذ احمد فاز النادي الاهلي، مبروك لجماهير النادي الاهلي واصدقائي في النادي الاهلي، هارد لك لنادي الزمالك، وان شاء الله هو الاسبوع الثالث للدوري، هي مباراة ب3 نقاط فقط، ده مجمل المباراة، لكن القادم افضل ان شاء الله لنادي الزمالك، والزمالك هو بطل الدوري يا استاذ احمد، ما تنساش كده يعني. ما هو انا باركت والله وعملت حلقة وتقارير عن، ما عنديش مشكلة خالص يعني. هل تقدمت؟ لا انا بس باكد على حضرتك يعني، انا عارف ان ما عندكش مشكله خالص. عارف والله الزمالك بطل الدوري، وادينا الدوري السنه دي بداناه اهو، النهارده عندنا ماتش الثالث والحمد لله، وادينا بنشوف بقى اخر الدوري بقى. لا لسه الدوري ماراثون طويل يا استاذ احمد، حضرتك صح. طبعا عارف ماراثون طويل جدا، هيفوز الفريق اللي مركز ماتشاته اكتر، وان شاء الله الزمالك هو البطل والاهلي هو الوصيف. والاهلي خسر السوبر وعادي جدا، الكوره كده يوم معاك ويوم عليك. السنه دي ان شاء الله الدوري للاهلي باذن الله، والزمالك هيكون وصيف ان شاء الله. لا يا كابتن يا استاذ احمد، ده دي امنياتك، امنياتك غير الواقع. طيب خليك، امنيات حضرتك تختلف عن الواقع. لا ما انا امنياتي انا بشجع نادي الاهلي وانت بتشجع الزمالك، كل واحد يتمنى زي ما هو عايز لفريقه، مش كده؟ اكيد بكل روح رياضيه طبعا اكيد.